السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا في احسن حال ان شاء الله. النهارده الفيديو بتاعنا هيكون فيديو بجد بجد حلو، اللي مش هيتفرج على الفيديو ده بجد هيفوته كتير كتير. فيديو النهارده هيكون لسيده، والسيده اللي معانا النهارده تكون سيده اجنبيه. هنشوف بقى فن تنظيمها وترتيبها ازاي، عندها كمان حاجات حلوه جدا بتعملها للبيت. هتعمل معاكم اعاده تدوير من حاجات بسيطه جدا هتخلي لك بيتك شكله تحفه وشكله شيك جدا بأقل والله العظيم التكاليف. كل الحاجات اللي انت تعمليها حاجات بسيطة جدا جدا بس هتستفادوا منها. كملوا الفيديو للآخر وان شاء الله هيعجبكم. طبعا مستنية تحت كومنتاتكم، وما تنسوش بقى دعمكم ليا باللايك. بالله عليكم بالله عليكم حطوا لايكات كتيرة كتيرة كده. وكمان لو انتوا لو اول مرة بتشوفوا القناة عندي، يا ريت تنوروا عيلتي الكبيرة وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل علشان يوصلكوا كل جديد مني او يجيلكوا اشعار بالفيديوهات الجديدة اللي انا بنزلها. اول حاجة كده دي غرفة النوم بتاعتها، وتشوفوا غرفة تانية كمان. هي هنا كانت بتركب البرائع بتاعتها، وبعد كده هتكويها. ده المكوى اللي هي بتاعت البرائع او بتكوي الحاجة وهي على مكانها. المكوى دي حلوة جدا، اتسألت عليها على فكرة في اكتر من فيديو. بنات كتيرة وسيدات كتيرة واخواتي وحبايبي سألوني عليها. المكوة دي متوفرة، يعني لو انت روحتي لحد بتاع اجهزة كهربائية زي ما بتجيبي المكوة العادية اللي هي بتاعت الهدوم، موجودة عندهم برضو المكوة دي، ولكن انتوا بتقولي له انا عايزة المكوة اللي هي ممكن اكو بيها الحاجة وهي على مكانها، موجودة كتير. طبعا هنا ده الكوشن، ودلوقتي هتوريكوا فكرة حلوة جدا للكوشن. شايفين الكوشن اللي لونه رمادي السادة ده؟ هتعمل لكم فكرة حلوة جدا منه، تقدر انك برضو تظبطي الكوشن بتاعك او الخددية بتاعتك بشكل حلو، وفي نفس الوقت تغيري من شكلها وكأنك جايباها جديد بشكل حلو. طبعا شكل الأوضة بتاعتها ما شاء الله عليها، شكلها تحفة تحفة. شوفوا بقى بعد ما خلصتها بقى شكلها جميل ازاي. لو تلاحظوا برضو حتى كوشن باللون بتاع البرائع او بتاع الستاير، مدي شكل حلو جدا للأوضة. عايزة اقول لكم شايفين البفين اللي هم الفرو ده، دلوقتي هي هتوريه لكم برضو هي عملتهم ازاي. هنا بقى الكوشن اللي انا بقول لكم عليه، هنا جابت زي نظام شراشيب كده، او الشراشيب دي بتبقى بتطلع من مخدات الفرو، او كمان بتبقى موجودة في المحلات اللي هي بتاعت عارفين الخردوات اللي هو بتاع الخرز والحاجات دي. تقدر تجيبي منها زي ما انتوا شفتوا عملتها كده على الكوشن من النص. وبعد كده طبعا كل ده بمسدس الشمع، يعني مش هتتعبي في حاجة. وبعد كده جابت استرسات وحطتها بالشكل ده. عايزة اقول لكم افكار حلوة جدا جدا بجد هتعجبكم، وحاجات جميلة بجد هتعجبكم. هنا بقى ده الباف اللي انتوا شفتوه في غرفة النوم اللي هو الفرن، هو جايباه جاهز كده. طبعا هو بيجي كده في قلب الكرتونة وهي بتبتدي تقفله. طبعا هو بيبقى جاي متنجد وكل حاجة، كل اللي هي بس هتعمله ركبت الرجلين بتاعته. الرجلين بتاعته حلوة جدا، هي اكليريك علشان طبعا يكون لايق على الفرو الا على البف. ده شكله اهو، هو زي نظام مسامير كده بتتربط في الرجلين بتاعته، وبعد كده بتتقفل عادي من تحت. طبعا هي كانت بتوريكوا شكله ده التاني، وهي بتركب برضو معاكوا التاني. يعني لو لقيتوا حاجات زي كده موجودة وجاهزة تقدري انك انت تجيبيها، هتوفر عليكي كتير، وهتوفر عليكي بقى حاجات كتيرة وتعب كتير، وتروحي مثلا عند حد عشان ينفذهولك او يعملهولك جاهز وكده، فهتوفر عليكي كتير. هنا كده عارفين اللي هو الحامل بتاع المناديل، هتغير فيه وتجدد فيه بحاجات جميلة. وفي نفس الوقت عارفين اللي هي الخلة اللي هي بتاعت الشيش طاووق، جابتها زي ما انتوا شايفين، وكل ده بالمقاس. كسرتها كده وعملتها طبعا الكبيرة في النص، وبعد كده تدريجا كده صغير في الأصغر في الأصغر فهكذا. وبعد كده رشته بالاسبري زي ما انتوا شايفين، وحطت استرس كده من فوق علشان يكون شكله حلو.
وبعد كده زي ما انتوا شايفين ده كان شكله اهو من بعيد، بجد شكله حلو لما تحطيه بقى اكسسوار في قلب المطبخ. مش عارفه انا مش مركزه النهارده ليه. هيكون شكله حلو. هنا بقى عملت اعاده تدوير برضو من كمان بلانشه. لو البلانشه زي ما انتوا شفتوا باظت عندك ممكن تعمليها نوع من الديكور، رشيتها كده بالاسبري الابيض وجابت حاجه زي برضو الدهان او عامل زي الرخامي الاسود، وبعد كده ابتدت يعني ايه تمشي عليه حاجه بسيطه كده، وحطيته عند البوتاجاز بشكل حلو زي ما انتوا شايفين. وبجد عجبني جدا جدا برضو الفكره دي. عايزه اقول لكم هنا كمان جابت استرست او كوبايه، دي كوبايه اللي هي الازاز العادي، عارفين اللي هو الشوب اللي هو بتاع العصير الكبير ده، زيه كده بالظبط. ممكن لو هو موجود عندك الكوبايات الكبيره دي مش موجوده، ممكن تجيبيها عادي موجوده في الاسواق. وجابت استرست حاجه بسيطه اللي هو بيبقى فيه دبل فيس ولزقته كده، وبعد كده جابت استرستات صغيره بقى ولزقتها عليها وتعملها شكل ديكور حلو جدا جدا. تقدري برضو تزينيه. لو انت بقى رحت جبتي مثلا ديكور زي كده جاهز من السوق هتجيبيه بكام؟ انت بقى يعني اكيد انت هتبقي شايفه الدنيا عامله ازاي وهتبقي عارفه ان اكيد هيجي غالي. حطت فيه ورد بجد شكله حلو جدا، ممكن تحطيه زي نظام فازه كده على ترابيزه صغيره او على كومود، بجد شكله حلو. هي حطت على الجنب منه شموع حمراء وبجد شكله حلو. غيرت برضو الورد هنا لو تلاحظوا، وحطت ورد بينك وحطت من تحت زي نظام شياله بينك، فشكلها حلو جدا. هنا برضو من برطمان رشيته اسبري كده باللون الذهبي، وبعد كده حطت فوق الغطا زي نظام حاجه كده. هنا هي كانت بتقول لكم ان ممكن تحطيه في المطبخ وهنا تحطيه في الحمام. هنا حطت المناديل اللي هي بتاعت المكياج، وهنا ده القطن الصغير اللي هو برضو بتاع الميك اب. فيعني عملتهم برطمانات حلوه جدا زي ما انتم شايفين، وغيرت من شكلهم بشكل حلو جدا. تقدري بقى تحطيها في اي مكان انت عايزاها. هنا لو تلاحظوا هي هنا كمان كانت بتعمل النجف بتاعها، كانت بتحط فيه اللي هو الكريستالات بتاعته، وكمان عملت كده زي نظام ايه قطع باللون الذهبي حطته في النجف من فوق زي ما انتوا شايفين هي اللي عاملاه. وغيرت كمان الطقم بتاع الترابيزة او الرخامة بتاعت المطبخ، يعني حطيته باللون الذهبي زي ما انتوا شايفين كده. هنا برضو من كاس او من كوباية عملت له اعادة تدوير حلوة جدا بالاسترسات والكريستالات، لزقتها بالشمع وبعد كده حطت مية وحطت الشموع اللي هي تقدري تشغليها في اي وقت بشكل حلو، في نفس الوقت هيكون مديكي من تحت لون حلو. عايزة اقول لكم الكريستالات دي موجودة في كل مكان. برضو هنا كده جابت برضو من 3 كاسات او من 3 كوبايات لزقتهم في بعض، وبعد كده بالاسترسات او بالكريستالات حطيتهم عليها، وبعد كده رشيتهم بالاسبري الذهبي. ممكن تعمليها بالفضي، ممكن تعمليها باي لون انت حباه، وحطت فيها ورد كده وزهور، وبجد بقى شكلها شيك جدا. هنا برضو ده طقم حمام، شوفوا شكله هو كريستال عامل ازاي، وشوفوا دلوقتي لما حطت عليه الاسترسات بتاعته بقى عامله ازاي. بجد غيرت من شكله تماما تماما وبقى شكله بجد تحفة. حاجات بسيطة غيرت الدنيا خالص. حطت طبعا السلكات والقطن والمناديل بتاعت ازالة الميك اب والفوط الحمام وكل حاجة. شوفوا بقى شكله عامل ازاي، بجد شكله حلو جدا جدا. انا عن نفسي بحب التغييرات والتجديدات في الحاجات اللي زي كده، وفي نفس الوقت هعملها في بيتي. هنا كده هي بتوريكوا تطبيقتها الجميلة في البناطيل الجينز، يعني بتاخد معاكي مكان صغير. شوفوا هي طبقته ازاي اهو، وبعد كده حطيتهم في الدرج بالشكل ده، بجد شكله حلو. بدل ما تقعدي تكركبي بقى عندك في الـ في الـ في الغرفة وكده، لا يعني هي جابت لكم حاجات بسيطة. هنا بقى عندها دي الغرفة التانية وتنظيمها وترتيبها للغرفة التانية حلوة برضو. لو تلاحظوا الاوضه الاولانيه كانت السرير بتاعها كان ابيض، انما هنا الغرفه دي كان السرير بتاعها باللون الاسود الفاتح مش غامقه يعني شويه. هتعمل لها الحاجات اللي هتحطها على السرير او الفرش اللي هتعمله على السرير باللون الذهبي، لان الاوضه فيها ايه مدي على ذهبي شويه. حتى هي النجفه بتاعتها حاطه فيها يعني جايباها فيها اللون الذهبي البسيط.
طلبتوا مني كتير، عايزين فيديوهات كتيرة من اللي هي السيدات اللي زي ما بيعملوا استرار وترتيباتهم في استرار وتنظيماتهم في استرار ازاي. جبتها لكم والله، وبحاول على قد ما اقدر ان انا اجيب لكم اللي انتوا عايزينه. يعني ده كده شكلها طبعا بعد ما هي خلصت السرير وحطت عليه الكوشن اللون الذهبي. وهنا ده بفات تانية غير البفات التانية اللي انت شفتوها، وبرده مدخلة فيها لو تلاحظوا من تحت في البف باللون الذهبي. يعني هي بتحاول ان هي تناسق الالوان، يعني تنسق الالوان كلها مع بعضها علشان يكون في تناسق كده في الالوان. ده شكل بقى الغرفة بعد ما خلصتها، شكلها حلو جدا. وشفتوا بقى المفرش لونه ذهبي وشكله حلو ازاي، ما شاء الله عليها، ربنا يا رب يبارك لها يا رب في كل حاجة عندها. هنا بقى اخر حاجة، ده طقم المطبخ. هنا زي نظام كده حافظ بتحفظ فيه الفواكه، بس هي غيرت من شكله، وكان كريستال بس حطيت له برونز عشان تغير من شكله. هنا يا حبايب قلبي اكون خلصت الفيديو النهاردة، يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويكون السيدة اللي كانت معانا تكون عجبتكم. اسيبكم في رعاية الله وحفظه، واشوفكم الفيديو الجاي، ومع السلامة.